أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة بشأن انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام في موجتها الثانية، حيث يتواصل العصيان المدني والإضراب العام وسط تصاعد الانتهاكات واستهداف المتظاهرين بالقتل والخطف والاعتقال على إثر أوامر حكومية صريحة باعتقال المتظاهرين الذين وصفتهم بالمخربين وقطاع الطرق. نرحب بضيوف هذه التغطية هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، ومن العاصمة بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، وسينضم إلينا في الجزء الثاني من هذه التغطية الكاتب والمخرج المسرحي علي ريسان، فمرحبا بكم معنا. أبدأ معك دكتور قحطان الخفاجي من العاصمة بغداد، كيف ترى الأوضاع في بغداد اليوم بعد ليلة أمس الدامية والتي أكملتها القوات الأمنية بعمليات قتل صباح وظهيرة هذا اليوم؟ حياك الله العزيز، وحيا الضيوف الكرام، وحيا المشاهدين الكرام، وحيا العراقيين الشرفاء الذين عبروا عن أصدق صورة لعراقيتهم ولإدراكهم لكيفية الخروج مما يعاني العراق. بالتأكيد التظاهرة بدأت تأخذ مساحة الصحيحة، المساحة الأفقية والعمودية في نفس الوقت، فاتسعت وقعتها كما نعرف، وعدد المشاركين اتسعت، عمق الإيمان في القضية اتسع وثبت أكثر فأكثر. على ما يبدو أن بعدما لجأت الحكومة إلى طرقها المعادة المعتادة في تصفية الأصوات الحرة ومتابعتهم وكل الطرق، الآن بدأ الجديد بحيث أن بدأت تستخدم من جديد السلاح العتاد الحي في ساحة في شعر رشيد وفي الجسور المؤدية للكرخ. الشيء الأخطر من هذا وذاك هو أن ليلة أمس دخل على خط الجيش العراقي، أعلن ناطق رسمي أنه لا يسمح إلى اعتداء على مؤسسات كذا كذا، وهذه طبعا حجة كبيرة يلقيها، ودل على أن هناك رغبة من الحكومة العراقية حفظ بغداد، خلينا نقول أن الزج بالجيش بهذا الموضوع، وهذا خلاف المنطقة العام وخلاف على قد تقدير ما هم يدعوه، باعتبار أن الجيش مهمته معروفة لحماية العراق خارج ومن الأخطار الخارجية، بينما الشرطة بشكل عام أو كذا هي التي تتعامل مع الظروف الداخلية. طيب ما علاقة الجيش بحماية المتظاهرين؟ كله يذهب إلى أن المتظاهرين باتوا فعلا يقلقون مضاجع العملية، رجال العملية السياسية أو رموز العملية السياسية، وعمقهم الذي بات يخشى على وجوده، وبالتالي بدأت أمور تتخبط. الأعمال التي قاموا بها من قتل إضافي، من قتل بالنار طلق الحي والدخان غير الرسمي لاستخدام هكذا مظاهر، دفع المتظاهرين إلى مزيد من الثبات ولا مزيد من الحراك ولا مزيد من الإصرار. إذا نحن في تصاعد من الجانب الحكومي بإجراءات غير الأصولية، والمقابل هو ثبات العزيمة المظاهر العراقي والمنتظر العراقي لإكمال مشواره. نعم دكتور قحطان، أنت أشرت إلى موضوع تزايد عزيمة المتظاهرين في ساحة التحرير، يعني اليوم كيف ترى معنويات المتظاهرين في هذه الحالة، حالة القمع المستمرة من قبل القوات الحكومية؟ لو تضعنا في الصورة أكبر لهذا اليوم، لو رأينا أو كيف يتصرف الآن المتظاهر مع إجراءات الحكومة، أدركنا أن المتظاهر بات وكأنه قائد ميداني عظيم، وهذه القيادة الميدانية وصار على الإجراءات التي تتكيف مع التطورات، تدل على حالتين أساسيتين، أولهما ثباته في موقفه وقناعته مما هو فيه، اثنين عملية عقلنة السلوك، بحيث السلوك بات ما زال عقلانيا يتحرك اتجاه ما يدل على تجاوز هيبة المصطنع للحكومة دون المساس بأي شيء تابع للدولة. إذا المتظاهر ثبت من خلال ذلك أنه ثابت في موقعه، ودليل على ذلك أنه لم يتحرك من الساتر الأمامي، ومع هذا يتحرك إلى معطيات أخرى جديدة ليضع العالم أمام مسؤولية كبرى وإحراج أكبر الحكومة بفتح طرق أخرى للوصول إلى المنطقة الخضراء. إذا المتظاهر ذلك يؤكد على أنه ثابت، يؤكد على أنه يدرك كيف أن يتكيف مع الأمور ويخطط. إذا نحن أمام مجموعة شباب أعطت للعالم درس كبير، وبالتالي نقول أن المتظاهر
ثابت في موقفه لم يتزحزح، لو ان راينا العكس انه تخلص ثباته، تراجع الى الخلف، لقلنا ان المتظاهر بدا يتململ او بدا يدرك ان الوقت ليس لصالحه. العكس تماما اعطانا المتظاهر انه ثابت وانه يتحرك وانه يدرك كيف يمر الامور، وبالتالي حتى الحكومه عندما استخدمت السلاح الحر الحي وقتلت حوالي 15 شخص على جسر الاحرار والسوات، دلل على ان الحكومه هي التي تتخبط، هي التي لا تعرف كيف تتعامل مع الامور، وايضا دلل على ان المتظاهر ما زال ثابت على موقعه، وبالتالي احنا كمراقبين كمتابعين نؤكد هذه الحاله، وهذه تدل بالتاكيد على كما قلنا قبل قليل انه على ثبات موقفه وعلى الاداره الجيده الى المعطيات التي تتجدد كل ساعه. نعم دكتور قحطان الخفاجي، أعود إليك دكتور رافع الفلاحي، يعني ما زالت القوات الحكومية مستمرة بضرب المتظاهرين، فقط قبل قليل يعني وصل عدد الشهداء لهذا اليوم إلى 4 شهداء من المتظاهرين في العاصمة بغداد، يبدو أن الحكومة والقوات الحكومية عازمة على قمع هذه التظاهرات، كيف تقرأ الحدث في ساحة التحرير اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمر، هي عازمة على إنهاء هذه التظاهرات من أول لحظة، من 1 تشرين، ومثل ما كانت عازمة على إنهاء كل التظاهرات التي سبقتها من عام 2003 لحد الآن، هي عازمة على هذا الموضوع. لكن ربما الآن، وتحدث الدكتور قحطان أنه عودة استخدام سلاح الحي بهذه الطريقة، أنا أعتقد أنه وصلت عندهم قناعة، هذه القوى الحاكمة للعراق هذه المستبدة وصلوا إلى قناعة أنه ربما نترك المتظاهرين في ساحة التحرير، ويعني نتركهم لفترة معينة وإلى أن يملون أو يعني نعزلهم بأي طريقة. ومجموعة المتظاهرين، هذه الانتفاضة، يدركون هذا الموضوع، لديهم خطوات، خطوة وراء خطوة يطوروها، هذا ليس الوقوف في ساحة التحرير ونهاية الأمر، لا، هم لديهم خطوات واضحة. عندما يتحدث الدكتور قحطان أنه إيمانهم زاد، قناعتهم زادت بثورتهم، وصولهم إلى الأهداف، قناعة بالأهداف أنه يصلون إلى أهدافهم، هناك أمل كبير بالوصول إلى الأهداف، هذا وفق رؤية عقلية ودراسة منطقية للمتظاهرين وقياداتهم الشابة أنه الأمر ممكن الحصول. حركتهم باتجاه الجسور ليس فقط للذهاب إلى الخضراء ومحاصرة الخضراء، بقدر ما مهمة أن تذهب إلى الخضراء وتحاصرها الخضراء، والعالم كله يشاهد أن هذه المنطقة برمزيتها الحاكمة للعراق تحاصر من العراقيين الذين لا يريدونها ولا يريدون شكلها ولا سياساتها ولا توجهاتها، بقدر ما هذا مهم. أيضا مهم عندما تذهب إلى الجسور، وهذا ما يعني استطاعت هذه الحكومة أن يعني تعرفه أو تدركه، أنه هؤلاء الذين في ساحة التحرير لا يعني ليس هدفهم البقاء في ساحة التحرير بهذه الطريقة، حركتهم باتجاه الجسور هذا جزء من مخططهم الوصول إلى الإضراب العام، هذا جزء من الإضراب العام، من إيقاف الحياة. عندما يتحدث عادل عبد المهدي أن الفقراء والمساكين سيتضررون، لا، هم اللي خرجوا الآن، اللي خارجين بالتظاهرات هم الفقراء والمساكين والمثقفين واللي لهم مصلحة في تغيير الحال. هؤلاء لن يتضرروا، هم المتضررين، 17 سنة صار لهم. من يستفيد من حركة هذه عجلة المال وعجلة هذه القوى السياسية الحاكمة وأحزابها يستفادون 17 سنة. لذلك وجدوا أنه من الخطورة جدا جدا أنه حركة المتظاهرين تتسع وتتعمق ويذهبون لقطع كل هذه الجسور. والعبور إلى الضفة الأخرى، يعني حتى فصل الرصافة عن الكرخ، هذا بحد ذاته هذا تفعيل للإضراب العام. أنت تشل الحياة، تشل هذه القدرة، قدرة هذه الحكومة على الاستفادة من هذه الحركة. يعني تحدثون الآن عن خسرنا 6 ملايين إحنا بالتظاهرات، ما أنتم خسرتوا العراق من عام 2003 لحد الآن $1 تريليون. وهذا الشعب يعني انملأ فقر وجوع وأمراض وتخلف بالثقافة والعلم والمدارس والجامعات، وكل الحياة عطلتوها، هاي ما تكلمون عنها وأنتم مسؤولين عنها. الآن تحملون الشعب لأنه الشعب طلع يطالب بحقوقه، أنه تخسرتونا 6 مليارات، مع كلام معيب، كلام لا يمكن القبول به. فأعتقد وصول القوات والجيش لاستخدام السلاح الحي بهذه الطريقة، لأنهم أدركوا أن التظاهرات
لا يستطيعون تطويقها وهي ذاهبة، ومثل ما أشار الدكتور قحطان تتعمق وتتسع، وهذا مخيف بالنسبة لهم، هذا قضاء عليهم. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، يعني المتحدث باسم رئيس الحكومة عبد الكريم خلف قال هناك يعني أوامر باعتقال من وصفهم بالمخربين الذين يقطعون الطرق العامة وإحالتهم إلى القضاء. طبعا اليوم هناك حملة اعتقالات واسعة للناشطين، عشرات الناشطين في مناطق الإسكان، الوشاش، العلاوي، الصالحية، محيط ساحل التحرير، الحسينية، الصدر، الكاظمية، حيؤور، المشتل، بغداد الجديدة، كذلك في محافظات جنوبي العراق كذي قار وميسان وبابل والبصرة. كيف تقرأ هذه الحملة، حملة الاعتقالات الواسعة بحق الناشطين؟ هل هناك قانون يجرم الاعتصام المدني أو التظاهر السلمي حتى يتم كل هذه، تتم كل هذه الحملة، حملة الاعتقالات في بغداد والمحافظات الجنوبية؟ بالتأكيد هذه القرارات أو هذه الإجراءات لا علاقة لها بالدستور نهائياً، وهو دستور كما نعرف مهلهل، وضعه نوح فريدمان صيغة وفق ما يهوى الاحتلال ورموز الاحتلال. ولكن رغم هذا الدستور لم يأتي بشيء يجعل أو يسمح للحكومة أن تأتي أو تقوم بإجراء من هذا الإجراء ضغط أو سجن أو حبس أو كيش إلى متظاهر يبحث عن مطلب منطقي معقول. فما لك من تظاهر يذهب إلى مطلب أكبر من المطالب العادية، وهو أن يريد وطن. نعم. واحد. اثنين، حقيقة الأمر الحكومة قدمت نفسها كثيرا، أن الحكومة أدعت أنها مسؤولة عن حماية المتظاهرين، والآن الذي يسقط شهيد وجريح في الساحة هو متظاهر، وثبت سلمية المتظاهر بحيث لا يلمح أي سلاح جاري حتى لو سكين بيد أحد المتظاهرين، إذا الذي يقفل هو أجهزة رسمية أو الذي اندس، هناك من دس وخطف من خطف الأشخاص الذين دخلوا للساحة كما يقال مندسين، وأعرف كيف معنى المندسين. أيضا الحكومة مسؤولة عن متابعة هؤلاء، وبالتالي لابد أن تحاسب الحكومة قبل غيرها لأنها سببت بإسقاط جرحى وقتلى شهداء، ثم هناك مخطوفين كما معروف، وأكثر من شخص قطف في محافظات مختلفة، في العمارة، في البصرة، أختنا صبا متواضع لله أخوكم المتكلم دولة رحمة الله لكان أيضا من المخطوفين، والله أعلم الذي سيأتي ومخبى في المستقبل من قبل عناصر مختلفة مخفية. إذن الحكومة هي الآن مسؤولة، وإن كان ثمة الله خليك كان ثمة مساءلة لابد أن تسأل عن الحكومة عن هذه الأضرار. ثقة على ثقة كاملة، ليس دفاع عن أحد بقدر ما وصف حقيقة واقع. المتظاهرين هم في ساحات والشوارع الرشيد والسعدون، وهذه فيها محلات فيها من ملايين الدولارات. نعم. من مواد كهربائية وشواها، ولكن لم يتم التجاوز على أي منها. إذا المتظاهرين ثبتوا في كل خطوة مدى سلميتهم وحضاريتهم وثقتهم. توثق دكتور، يعني عذرا على المقاطعة، هناك مقاطع فيديوية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف بأن الشباب المتظاهر في شارع الرشيد يقومون بحراسة ويتعهدون بحراسة هذه المحلات. نعم. بالتأكيد. إذا الحكومة هي الآن تسأل بوجوب الدستور، لأن لم تقم في واجبها لا بحماية ممتلكات الدولة ولا بحماية أمن العراق واستقراره، ولا أيضا بحماية المتظاهرين السلميين. زد على ذلك هناك تدخلات واضحة من الدول الإقليمية بالشأن العراقي. نعم الشأن العراقي يؤثر على الجوار لا غير، طبيعي، ولكن يتدخل في وصف هذا الحراك جهة أخرى ليس بالمنطق بالمرة، ممكن جهة أخرى كانت تكون إيران تدعو إلى ضبط النفس، تدعو إلى حكومة العراق أن تتعامل بكذا، ولكن أن تعطي وصفا للحالة في العراق هذا لا يعني ولا يمكن يكون إلا أجل يكون بعد نتيجة للجان تحقيقية وتأكيدية ودراسات، ثم هذه اللجنة المنطقية تخرج بنتيجة لكي يقولها اللجنة أولا ثم يقول الآخرين. أما نصف الآخرين هذا وصف أنه هؤلاء مشاغبون أو شغب أو كذا أو إرهاب أو تابعين إلى جهة ما، فتلك اتهامات كبرى على الدولة. هنا مسؤولية على قدر تقدير أن تقول على المجتمع الدولي أنها
متحكمة بشكل أو بآخر بالعراق وداخله وبالدوائر الخارجية، أما أن تقبل هكذا التصريحات وتقتل أبناء الشعب إذا تتوافق مع رؤى غير عراقية. إذا هنا المسألة بد أن تتوجه إلى الحكومة وليس إلى المتظاهرين. الشيء الأكبر من هذا وذاك أن يخرج بعض الأشخاص مهما كان ناصبهم العسكرية أو الأمنية ويتوعد بانتقام ويتوعد بكذب، هذا كله دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هناك فوضى كاملة وهناك عدم وجود دولة. لو خرج أحد المتظاهرين على سبيل المثال وقال نريد أن نقتل لكان هناك هذا الصوت من قبل الحكومة ويتهمون هذه التظاهرات بأنها تدعو إلى القتل والقتل وكذا، في حين مسؤولين في الدولة العراقية يخرجون ويقولون لا يبقى رأس على جسد. نعم. فصل وأخذ، فكلها دلالة على أن هناك اضطراب وهناك عدم معرفة كيف تدور. الذي يسأل ويحاسب الآن هي الحكومة لتقصيرها بكل اتجاهات. نعم. أعود إليك دكتور قحطان الخفاجي. دكتور رافع، أنت أشرت إلى موضوع 6 مليارات، وهذا الموضوع طبعا أثار الكثير من الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كانت بأيام معدودة فقط، بأربعة أيام فقط للعصيان المدني، العراق خسر 6 مليارات ومن منفذ واحد وهو البصرة. فإذا يعني الحكومة طيلة 16 سنة تكذب على الشعب كما قالوا الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. بأنها تدعي بأن هناك أزمة اقتصادية وأن هناك أزمة سيولة وأن محدودية الدخل لميزانية الدولة 6 مليارات في أسبوع، لو ضربناها في الشهر يعني تطلع مبلغ كبير. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما تتحدث رئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين بلاساخارت بأن تقويض المصالح الاقتصادية في إشارة واضحة إلى العصيان المدني يبعث عن القلق كذلك، ألا تجدها يعني تغريدة أو تصريح يستهين بدم الشباب العراقي مقابل مصالح غربية واضحة كأنها أصبحت متحدثة باسم حكومة كالولايات المتحدة الأمريكية وليست متحدثة باسم الأمم المتحدة التي من المفترض أن ترعى أرواح الناس في المقام الأول؟ دكتور عمر، أولا يعني هؤلاء الذين تظاهروا من عام 2003 لحد الآن، وهذه التظاهرات آخرها واللي هي إنتاج التظاهرات الآن نشاهدها، أدركوا هذه الحقيقة، يدركون ويعرفون أن العراق بلد غني ووارداته هائلة، وما يرده سنويا من واردات النفط مبالغ هائلة، يعني عندما نتحدث الآن أن العراق بدد $1 تريليون خلال هذه السنوات، 1000 مليار دولار، هذه كلها من واردات النفط. احنا لا ننتج شيء، ترى عندنا احنا كل اقتصادنا ريعي يعتمد على النفط، نبيع النفط وتجي هاي الموارد احنا، لكن عندنا عجله كبيره وهو هذا الخلل المتظاهرين يخرجون. عندنا عجله ومؤسسه كبيره اسمها مؤسسه الفساد او عجله الفساد، كل هذه لما تدخل الى هذا وتذهب بهذه العجله وتذهب الى جيوب الفاسدين والى مشاريعهم الوهميه، والشعب يزداد فقر ويزداد أمية ويزداد خراب ويزداد دمار العراق. وهكذا بالنسبة يعني شعوب أخرى وإقليمية مستفيدة من أموال العراق وترعى مصالحها ومشاريعها، والعراق ليس فيه لا تنمية ولا بناء ولا أي شيء. 17 سنة، ما يقرب من 17 سنة، والعراق لم يتقدم بل تراجع يعني عقود عديدة إلى الوراء. هذه النقطة الأولى. أما خسروا 6 مليارات، الحكومة تقطع الانترنت، عندما تقطع الانترنت خسارته من يتحمل؟ الشعب هو اللي قطع الانترنت؟ ما هي الحكومة، هاي كل الشركات تابعة للحكومة والحكومة هي اللي تقطع الانترنت، فإذا وخسارتهم يتحدثون الشركات هذه الاتصالات تتحدث عن خسارة 1.5 مليار حوالي دولار خلال هذه الأيام. هذه من سبب هذه الخسارة؟ ما هذه الحكومة؟ ثم ثانيا، ما هو مثل ما تحدث الدكتور قحطان، هذا دستورهم الرث المعيب ايضا يتحدث عن حرية التواصل وحرية التظاهر وحرية ابداء الرأي. طيب شلون تقطع الانترنت على الناس؟ ما هذا جزء من حيويتك الاقتصادية وحيويتك الثقافية وحيوية التعبير، هذا جزء من عدها. النقطة الاخرى، الامم المتحدة مفروض هكذا المفروض هي جهة محايدة،
جهة إلى جانب الشعوب، هي قامت من أجل الشعوب. نعم. وميثاق الأمم المتحدة يتحدث عن شعوب، ما يتحدث عن حكومات، فهي مع الشعوب. وهذه التي نزلت إلى ساحة التحرير وركبة التوك توك. نعم. وشافت الشعب، وهذا الشعب المسالم، الشعب المقهور، وهي لابد أن درست الحالة. نعم. لكن إحنا عندنا مصيبة، هذه مكاتب الأمم المتحدة مكاتب لخدمة هذه الحكومات. يعني كل ممثل للأمين العام يأتي وكأنه متحدث باسم الحكومة العراقية وليس متحدث باسم الأمم المتحدة. نعم. يعبر عن لسانها وهي ما تعبر عنه. يعني الحكومة تحدثت عن دوائر رسمية ودوائر خدمية يجب عدم المساس بها، المتظاهرين لم يمسوا لا بدائر رسمية ولم يتعرضوا لم يتعرضوا لأي من هذه الدوائر. وعندما يتحدث دكتور قحطان أنه سكين وحدة مرافعين، هذه حقيقة. هذه نعم. الناس تبحث عن وطنها، تريد وطن وتريد وطن سالم، تريد فقط إنهاء هذا الوضع الشاذ، هذه الحكومات الفاسدة، الخراب، الدمار، هذا الوضع بدستور المخرب، يريدون هو ويسترجعون وجه العراق الجميل. هي الآن لا لت يعني لذلك استهجن المواطن العراقي. نعم. أن تتحدث ممثلة الأمم المتحدة قبل أن تتحدث عن حقوق العراقيين، عن حقهم في الحياة، عن حقهم في استرداد وطنهم، وتقف معهم وتدعو الأمم المتحدة ببيان شديد اللهجة على هذه الحكومة اللي تقتل الناس وتعتقلهم وتجرحهم. الآن عندنا أكثر من 600 شهيد، أكثر 700 شهيد، 800 شهيد عندنا، والآن عندنا أكثر من 10,000 إلى 12,000 جريح. نعم. ومعتقلين وناشطين يقتلوهم، وهذه كلها على مرأة ومسمع الأمم المتحدة. الأمم المتحدة عليش فتح مكتب بالعراق؟ ما هي حتى تكون مع الشعوب. نعم. حتى ترعى مصالح الشعوب وترعى مصالح هذه الحكومات. هذه الحكومات قادرة أن ترعى مصالحها بالحديد والنار وتقدر شلون تدبر سياساتها بالاستبداد. نعم. لكن هذا الشعب اللي طالب بحقوقه، لا تغلقون ميناء المعرف منه لأنه هذه وارداته. أي اقتصاد؟ ما الاقتصاد. نعم. 17 سنة المواطن العراقي يزداد من فقر إلى فقر. نعم. هذا البلد الغني والعراق بي وزارة صندوق الغذاء العالمي يتحدث عن 35% من العراقيين. نعم. جياع. نعم. فقراء تحت خط الفقر، 10 ملايين يأكلون من المزابل، هذا الشعب الكريم يأكل من المزابل مع الأسف الشديد. وممثلة الأمم المتحدة اللي نزلت إلى ساحة التحرير تتحدث بهذه اللغة، خايفة على الحكومة وخايفة. لا تخافين، الشعب هذا هو الشعب المتضرر وعارف مصلحته وعارف. نعم. وين رايح، وبمثقفين وبأساتذة الجامعة وبعقول كبيرة وعارفين وين رايحين وعارفين الفساد وين وهدفهم شنو ومنو اللي وصلهم إلى هذا الحال ومنو وصل العراق إلى هذا الحال. نعم. فأنت تتحول الأمم المتحدة إلى لسان لأمريكا ولسان لمصالح أخرى، هذه بيها أكثر من علامة استفهام. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، يعني بالعودة إلى تصريح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قبل يومين عندما اتهم صراحة بوجود 150 عنصر يرتدون الملابس العسكرية في صفوف المتظاهرين يتقدمون ومعهم أطفال ونساء لمهاجمة القوات الحكومية، وقال ماذا نفعل معهم. يعني هذا التصريح بعده مباشرة ازدادت وتصاعدت وتيرة اطلاق الرصاص الحي، الغاز المسيل للدموع. يوم امس قتل طبيب كان في احد المفارز التي تقوم بانقاذ الجرحى واسعافهم، كذلك تم اغتيال ناشط في ميسان، وكما اشرنا قبل قليل ب يعني حملة متصاعدة في الاعتقالات. ألا تعتقد بأن هذا التصريح يعطي أو أعطى الضوء الأخضر لقمع التظاهرات؟ في البداية كيف تقرأ تصريح عادل عبد المهدي وأنت متواجد في ساحة التحرير؟ هل هناك أي صحة؟ وكيف استطاع هذه العناصر التي قال بأنها وحددها ب 150 عنصر يرتدون الملابس العسكرية؟ هذا بالتأكيد غير صحيح. بالمرة الذي في الساحة وبالتحديد في الخط الأمامي لنقل هكذا عند الصبات وعند الجسر وعند حافة المياه، هم شباب في الغالب يتجاوزون أعمارهم 16 أو 17 أو 20 عام، شباب مثل كما قال البعض يستشهد ليس في جيبه دينار واحد. إذا كان هناك ثمة أناس يدخلون بصورة غير رسمية فنقول ندعو احنا كعراقيين بشكل عام على الجهات الرسميه التي موجوده في الساحه ان تمسك هؤلاء، لان هؤلاء يسيئون للتظاهر قبل يسيئون لغير اخر.
وكذلك أنا أقول عندما ما شاء الله يستطيعون أن يجدون هكذا أعداد من المندسين، فلماذا لا يمسكون بالذين يخطفون الناس من ساحات الاحتفالات أو من مناطقهم أو من مناطق أخرى؟ بالمقابل أيضا عملية الدس يا أخي العزيز لا ينفع المتظاهرين بالمرة. نعم. وأي تصعيد بالجانب العسكري حسب ما يقول المتظاهر لا ينفعنا، لأن نعطي للخصم الحكومة حجة يعني يستخدموا السلاح. فلا أعتقد أن هؤلاء المتظاهرون هم من يأتون بهذا، إن كان هذا أمر صحيح. أنا لم أرى في ذلك صحيح، ولعل أن الوسائل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي تنقل كل أشياء وكل حيثيات وكل متغيرات، عندما تنقل الشاعر وتنقل الرسام يطلب وتنقل امرأة تعمل السياحة، نعم ممكن تنقل هؤلاء صورهم كما تنقل الشاب الذي يقف على آخر سنتيمتر أمام القناص، نعم. ولكن لم تظهر لنا صورة هكذا أناس يمتصون أو يسدون الموارس العسكرية والمدنية. ويا ريت الحكومة إن كانت قصورت هذه الأشياء تعطينا كأن نأخذها محمل جد، نعم. أشعر كمحللين استراتيجيين نأخذ المعلومة الدقيقة ونأخذ المتغير الواقعي، أما الرجم في الغيب والادعاءات هذا لا صحيحة. الشيء الآخر، لو تابعنا ديدا الحكومة منذ أول لحظة في طول الخط هي تصعد من أعطاء صورة لا إنسانية لا أخلاقية لا وطنية للمتظاهرين أو حتى لا سلمية، بالتأكيد الغاية منها هو إضعاف هذه أو إيجاد حجة لما يقوم به من إجراءات قاسية. الحكومة هذا ليس جديد منها أن تقول هكذا، ولكن الشيء الغريب أن الحكومة لم تثبت أي ادعاء لها أصدقت حيال المتظاهرين، وكلما قالته رجما في الغيب وثبتت الساحة حقائق أخرى. وحتى سلوكيات الحكومة الرسمية عندما تقوم بتشكيل لجنة أو تدفع بشيء معين، مباشرة الشارع أو الحراك يستوعب هذا استيعابا منطقيا علميا ويرد عليهم بطرق مختلفة، بهتاف بشعار بمنشور بمكتوب على الحائط. إذن التظاهر معطي الحقيقة والحكومة تعطي حقائق باطلة. ونقول أيضا نؤكد أن عملية اختطاف وزيادة الأضرار بالمتظاهرين يدل على أن رغبة الحكومة ليس باتجاه انصاف الحق بقدر ما هي عملية قمع المتظاهرين، أمل من الحكومة أنها تبقى مدة أطول على مقدرات العراق. نعم. دكتور رافع، يعني إبراهيم الجعفري في تصريح له قال بأن التظاهرات هي تعبير عن المطالبة عن كل حق مهدور وكرامة منتهكة. كيف تقرأ تصريح إبراهيم الجعفري؟ يعني هو من انتهك كرامة الناس وانتهك حقوقهم ومن سلبهم حقوقهم؟ ما إبراهيم الجعفري واحد من أعمدة هذا الحكم من عام 2003 لحد الآن. نعم. ألم يكن رئيس للوزراء وزير للخارجية ومعرف منه نائب يعني هذا الكلام غريب عجيب. نعم. أنت في لحظات معينة تفكر هل هؤلاء الناس مغيبين أم ماذا يعتقدون؟ في ساعات معينة تعتقد أنهم يعتقدون هكذا تتراءى لهم أن الشعب يعني مغيب، فعندما يتحدثون سيصدق كلامهم. أنت جزء من مشكلة، جزء من هذه الكارثة. هؤلاء الذين خرجوا، أنت واحد من الرموز التي خرجوا ضدك. نعم. الآن تقول أنه هذا الشعب حقه ومظلوم وهاي وهو خرج لكرامته. ما أنتوا أهدرتوا كرامته وأهدرتوا حقوقه وسرقتوه ودمرتوه. 17 سنة لم تقدموا له شيئاً سوى الوعود الكاذبة وسوى الجهل والخراب والدمار والقسوة وهذه الرصاص اللي ينطلق عليهم. أنتم جزء من عنده، هذا يعني أنتم ما تتحملون مسؤولية هذه الدماء كلها برقابكم. نعم. فعن ماذا تتحدثون؟ يعني مثل المالكي من يطلع بيان يتحدث بطريقة غريبة عجيبة، وتعالوا نتفاوض مع من يتفاوضون؟ ما أنت كنت رئيس وزراء 8 سنوات، أنت سرقت الشعب ودمرته ودمرت العراق وخليتها مطية للآخرين، والتظاهرات من طلعت واجهتها بالحديد والنار، وساحات كثيرة تشهد لك، والحويجة تشهد لك، وديالة تشهد لك، وبغداد تشهد لك، والمدن تشهد لك من قتلت الناس بدم بارد، ولا 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 اهتز لك رمش، ولا وكنت تعتبرهم إرهابيين وتعتبرهم مجرمين. الآن
الان تعالوا نتفاهم مع من انتم ايديكم ملطخه بالدم، هاي حقيقه. نعم. هذا ليس اتهاما، هذا توصيف لحال. نعم. هذا الشعب خرج لولا لو هم هؤلاء الذين يعني الجعفري والمالكي وغيره كانوا منصفين وكانوا حكام حقيقيين ووطنيين وعراقيين لما خرج هذا الشعب. نعم. لو بنوا شيئا، لو بنوا يعني تجربه جميله للعراق، العراق ليش يخرج عليهم؟ بالعكس، هو المواطن العراقي يريد ان يساوي العالم، يريد ان يكسب حياته. لذلك الشعار الاثير الان نريد وطن، لانه ادرك المواطن العراقي هذول سلبوه وطنه، جابوا الوطن وخلوه بالاسر، سلبوه كل شيء. نعم. فلذلك الشعار في كل مكان نريد وطن، وهذا يتحدث بهذه الطريقة غريب عجيب يعني الحقيقة. هذا الزمن قد ذهب. نعم. وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. هم يجب أن يفهموا، يفهم الجعفري ويفهم المالكي ويفهموا كل ذول رموز العملية السياسية ورموز الحكم طوال 17 سنة، أنه الزمن لا يمكن أن يعود إلى الوراء. وهذا الجيل اللي خرج معبأ بالوطنية، هذا خرج من تحت الرماد. نعم. لا طائفي ولا يعرف، يريد العراق، وهذا شيء من أجمل ما يمكنه. هو هذا اللي أرعبهم وخلاهم يتحدثون بهذه الطريقة، يحاولون أن يضللوا ويعتقدون أنهم قادرين على التضليل. ذهب. نعم. زمن التضليل. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، يعني كيف ترى يعني صمت البرلمان، أعضاء البرلمان في العراق تجاه التظاهرات؟ يعني هناك شحة بالتصريحات من قبل نواب البرلمان، لا نجد أي موقف، وهم يدعون بأنهم أتوا كممثلين للشعب. يعني على الأقل يجب أن يكون هناك وقفة، لم نسمع استقالة لنائب، لم نسمع هناك تنديد واضح أو تجميد عمل البرلمان إلى آخره. يعني أنت في بغداد وفي ساحة التحرير، كيف ترى وكيف يرى المتظاهرون دور البرلمان وموقف البرلمان مما يحدث الآن؟ حقيقة الأمر من المنطق أن نخجل البرلمان عن الحكومة والحكومة عن رئيس الجمهورية، وحتى إلى حد كبير عن مجلس القضاء الأعلى، لأنها كلها منظومة متكاملة، منظومة توافقت فيما بينها ونشأت وأنشئت على ذات على الثوابت ذاتها، الثوابت المذهبية المحصصية والطائفية، وهي أيضا برمتها هي عملية كما معروف، وضعت آلياتها نوح فريدمان وفي زمن برايمر، وبالتالي عملت الفساد يشترك به الجميع. عملية سياسية أساسا آخر انتخابات كما معروف كم هي مهزلة من حيث النسبة ومن حيث التزوير ومن حيث حرق الصناديق، وحتى الأمانة أنه دول العالم يهزأ من هذه التجربة. وبالتالي أنا لا أتوقع ولا أحد يتوقع من البرلمان أن يأتي بشيء يتقاطع مع الحكومة، وإذا ثم شك يشار إلى أنه تقاطع أو خلافات أو تباينات ليست نتيجة إلى مصداقية أو أحقية الحراك الشعبي بخدمه. هي أيضا فرصة يستثمرها البعض داخل البرلمان ليطاها ببضع البعض لأسباب ذاتية، أسباب المحاصصة أو أسباب المغانم أو المكاسب أو الإسقاط السياسي البيني. إذا هذا متوقع جدا أن يكون موقف البرلمان هذا. وهناك الأمانة اثنين أو ثلاثة أو أربع أشخاص من البرلمان قد قدموا استقالاتهم، رغم أنها نادس بها وشيء صالحهم، ولكن هم جزء من المنظومة الفاسدة التي الذي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه. 15 عام في هذه العملية، وبالتالي حتى القضاء الذي كان يشترط أن يكون هو إلى حد كبير محايد أو منطقي أو قد تقدير مهني، ولكنه يصدر قرارات الذي يغلق الشارع يعد إرهابي. نعم. أنا لا أعرف كيف تشتر إرهاب بهذا السلوك، حتى لو جعلته سلوك لا يتوافق مع الدولة أو خاطئ أو كذا، لا يمكن يرتقي إلى كلمة الإرهاب. هي نعم. إرهاب مفتوحة كما هي معروفة، ما البحث صدام التكبير إرهابي لكي يغيب الشخص. نعم. بهذا الموضوع. إذن البرلمان هذا موقف معروف ومتوقع، ولا يمكن يخرج من هذا الحال نهائيا. لذلك المتظاهرون يذهبون إلى تغيير العملية السياسية برمتها، بآلياتها، بشخصها، بتشريعاتها، برلمانها،
كل مع كل، لأنه كلهم أساس المشكلة وليس جزء من الحل. دكتور قحطان، يعني بالحديث عن البرلمان ونحن نتحدث عن دور البرلمان، رئاسة البرلمان دعت النقابات ودعت المنظمات للحضور لإبداء الرأي كما قالت في بيان لها منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الهدف منه هو من أجل تعديل الدستور كما يقول البرلمان. هل ترى أن موضوع تعديل الدستور أمر واقعي في هذه الظروف؟ أنا لا أتوقع نهائياً هكذا، هذه دعوة صادقة ولا صعة، لكنها دعوة نتيجة إلى ضغوطات يتشعر بها البرلمان أن خطورة على موقعه، وإلا أين هو من 16 عام أو من 2005 لحد اللحظة لم يسعى إلى تعديل أو تغيير أو تعديل أو شيء آخر، علما أن الجميع أيقن أن الدستور كتب على عجل على قد تقدير، وفيه ألغام كما يوصف، وفيه فقرات عدة لازم تنظم بدستور. أين هم من هذه التشريعات؟ لكن سبعوا أشياء لم تكن بالحسبان كامتيازاتهم وامتيازات آخرين. إذن هذه الدعوة هي دعوة لعملية خروج من نفس المخرج. الشيء الآخر أنا قلته، الشرع يقول بالأحرى أن البرلمان جزء من الفساد، وبالتالي لا يمكن أن يخرج من الفساد شيء إيجابي. الشيء الثالث، التعديل المرتقب أو التغيير أو يسمى لا يمكن أن يأتي من البرلمان أساساً، بل يأتي من جهات أخرى يعني وطنية حقيقية. والدستور والبرلمان مشكوك في مدى قناعة الشعب، والمتظاهرون يطالبون بحل البرلمان أصلاً. نعم، طيب، البرلمان أصلاً بالتأكيد، والبرلمان أصلاً هو أساساً عبارة عن مخصصات مجاميع معينة تكسب لمكاسبها ليس أكثر، هذا حقيقة الواقع يعني. نعم دكتور رفع، نفس التساؤل، يعني هل هناك إمكانية، هل هذا الطرح واقع في هذه الظروف بأن تقوم، بأن يقوم البرلمان أو رئاسة البرلمان والمتظاهرون من مطالبهم الرئيسية إسقاط النظام بشكل كامل، ومن ضمنه طبعا البرلمان بسبب ما أشار إليه الدكتور المحاصص والفساد الذي يتواجد في البرلمان، واقعية تعديل الدستور والدعوة، دعوة نقابات أو منظمات محلية ودولية لإبداء الرأي في تعديل الدستور، كيف تقرأ هذه الدعوة؟ دكتور عمر، ما قال الدكتور قحطان جدا صحيح ورسم الصورة الحقيقية، لكن ربما أضيف عليها شيء آخر. في الدستور هذا نفس هذا الدستور الكسيح مالهم، هناك فقرة تقول أنه لا يمكن تعديل أي فقرة من الدستور إلا بموافقة يعني إذا اعترضت ثلاث محافظات، إذا اعترضوا يعني حتى لو عدلت أنت ثلثي ثلاث محافظات إذا اعترضوا، على محتاج إلى استفتاء جديد، تحتاج إلى استفتاء إلى الشعب حتى تلغي هذه المادة. فهاي محاولة تعديل الدستور وجيب ما أعرف من هو وعدل الدستور، هذه كذبة كبيرة، كذبة، لأنه أنت أساساً يجب أن تغير هذه الفقرة، وهذه الفقرة عندما تغيرها يجب أن تذهب إلى استفتاء جماهير، استفتاء الشعب حتى تغير هذه الفقرة، وبعدين تعرض هذه قضية معقدة. هم وضعوا تعقيدات لتغيير أي مادة في الدستور، والجانب الكردي، الأحزاب الكردية واضح يعني حديثها واضح، لا تريد أي تعديل لأنه يمس مصالحها، وإذا ما جئتم على مصالحي لن أوافق على أي تعديل للدستور. وهذه كذبة كبيرة، ما تعديل الدستور، أنت تحتاج إلى أن تمزق هذا الدستور وترميه في سلة المهملات، وهذا الشعب هو هذا اللي يريده، هذا الشعب هو الخرجة يريدون يشقون هذا الدستور، يمزقوه يذبوه سلة المهملات، لأنه جاب لهم كل الأمراض وكل الفيروسات وكل الخراب ومكونات ومن بنى على المواطنة، وكتب واحد أمريكي يهودي وعلى استعجال، ومشوا بمصالحهم ومصالحهم متحققة به، وهو ونفس الوقت هو خرقة. هم يستخدمونها مرات لمسح أحذيتهم، ومرات يضعونه في أعلى المراتب أنه الدستور لا يمس، وعندما تمس مصالحهم هذا الدستور خرقة يمسحون به أحذيتهم. هذا التعامل مع الدستور، هذا هذا الدستور كسيح ولا يمكن، ربما تصح العبارة وبتعديل هذه العبارة، وهل يصلح التعديل ما أفسده الفاسدون؟ نعم. أرحب بالكاتب والمخرج المسرحي علي ريسان من السويد. أستاذ علي، يعني أنت متواصل مع المتظاهرين في ساحة التحرير، كيف ترى صمود المتظاهرين رغم القمع المستمر؟ اليوم هناك تزايد في عدد الشهداء، في عدد الجرحى، هناك حملة اعتقالات في بغداد والمحافظات الجنوبية، استهداف للناشطين بالاغتيال،
كيف ترى يعني صمود المتظاهرين في ساحة التحرير وفي ساحات التظاهر في محافظات العراق؟ نعم، أولا تحية لك ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الرافدين. الحقيقة النفس العراقي في تصاعد، من أجل مثابة العراق. الآن عندنا قيامة في العراق، العراقيين الآن قرروا من 1 أكتوبر الحقيقة، من 1 أكتوبر قرروا أن يكونون أن يعيدون هذا الوطن المستلب من ثلة شذاذ آفاق، لصوص وخونة ومرائين. الحقيقة الشباب الآن دعواتهم من خلال اتصالاتنا، طبعا البسيطة اللي تجي عن طريق كردستان، لأنه تعرفون القتل الآن، القتل الآن قطعوا الإنترنت خلال 3 أيام، وهذا بحد ذاته جريمة إنسانية وجريمة قانونية راح يتحاسبون عليه. خلال هذا اليومين صارت مجازر حقيقة في عند جسر السنك، جسر الجمهورية، عند جسر الأحرار، في منطقة العلاوي أيضا شفنا المشاهد قرب متحف العراقي، وكذلك في محافظة ميسان اغتالوا ناشط مدني معروف. نعم. أمجد الدهامات. نعم. نعم. وكذلك ما زالوا يعتقلون. والآن المضحك المبكي أنه أي إنسان يتوجه ويتعرض إلى التفتيش إذا كان حامل علم عراقي يعتبر مثل السبة. صار العلم العراقي أمام ذول القتلة وخونة وديول إيران صار سبة، يعني صار تهمة. نعم. تهمة قانونية، تهمة، لأنه هو الدرع الوحيد اللي يحملونه أبناء الوطن المنتفض، أبناء ثورة تشرين المباركة اللي الآن عندنا احنا ثورة. نعم. التحق بها كل الشباب والبسطاء والمعدمين والمثقفين والأكاديميين، والحقيقة الآن بدأت تتصاعد الأصوات النشاط النتنة اللي تدعمها إيران، وكل أموالهم من ثروات العراق المنهوبة. الآن دعوة إلى يعني دعوة علنية إلى قتل المتظاهرين من قبل ذيول خامنئي ومن قبل جهاز الطلاعات وقاسم سليماني وذيولهم في أوروبا. نعم. الحقيقة الشباب كلهم دعواتهم أن تكون مثابتهم في منطقة التحرير، في ساحة التحرير، يعني دعوات الناشطين البصلاء القادقين اللي وصلتنا الآن أنه يكون مركز المليونينية في ساحة التحرير. نعم. يعني مو مع تشتت المظاهرة لأنه صارت إيقونة، إضافة الشباب يناشدون من خلال رسائلهم القوات العسكرية وقوات الشرطة بأنه أنتم أبناء وطننا بالمحصلة. نعم. بالمحصلة النهائية إحنا أبناء وطن واحد، اللصوص والخونة كلهم مكانهم القصاص إن شاء. نعم. الله. أعود إليك أستاذ علي ريسان. دكتور قحطان الخفاجي، اليوم خرجت تظاهرات طلابية في جامعة تكريت بمحافظة صلاح الدين، وهناك طبعا دعوات لخروج تظاهرات في جامعات أخرى كجامعة الأنبار والموصل، تظاهرات تضامنية وتأييدية لانتفاضة تشرين. كل هذه التظاهرات يعني ألا تقوم بدعم للمتظاهر في ساحة التحرير؟ كيف ترى وقع تظاهرات تخرج هنا وهناك في المحافظات العراقية وأثرها وانعكاسها على تظاهرات ساحة التحرير؟ أخي العزيز، بالتأكيد تظاهرات في أي مكان هي دعم حقيقي ومعنوي وروحي للمنتفضين في ساحة التحرير، بل الحالة يعني لكي يكون العالم على بينة من الأمر أن ساحة التحرير الآن هي عبارة عن عراق مصغر. من كل محافظات القطر الآن هم في ساحة التحرير بدون استثناء، من كل عاصقة من شمال العراق، أي من زاخو إلى الفاو موجودين. نعم. ومن زرباطية إلى الرطبة موجودين. الشيء الآخر، عراقيين استطاعوا أن كأنما ينقلوا
ساحه التحرير الى كل بيت والى كل زقاق وكل شارع. اذا التواصل قائم وساحه التحرير انطت معاني الان عمليه اكثر ووطنيه اكثر من تلتها بحيز معين من 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 بغداد. ايضا انا اقول واكون صادق في كلامي وواثق كلامي ان في طلبه وفي اساتذه جامعيين في مناطق الحكم الذاتي في شمال العراق. نعم. في محافظه اربيل، في السليمانيه، في دهوك، معنا في كل معنى، والان هم ان شاء الله معين باتجاه عراقيتهم ونسبه عراقيتهم. واحدهم قال لي ان بالامس قبل قرن كان عراقيين من شعلان بوشون الى حافظ ضاري الى محمود الحفيد في السليمانيه على خط واحد وموقف واحد، ليش ما نكون احنا نكمل تلك السله الرائعه؟ فاكو هكذا. اذا اللي حصلت التحرير لا يمكن ان يختزل في وصف معين او ان ينتهى في طلق ناري حي ايا كان حجمه، مع انه جريمه حتى لو كان صغير. نعم. فتظاهرات نعم دعم معنوي وقيمي وموقف وطني لهذه المجاميع اساسا يعني. نعم. استاذ علي ريسان، انت ككاتب ومخرج مسرحي وناشط مدني، كيف رايت نشاط المتظاهرين ان كان في تنظيف الشوارع او في رسم الجدران او في تنظيم التظاهرات من ناحيه الاكل والشرب، من ناحيه الاسعافات، اسعافات الجرحى، من ناحيه اعاده تاهيل المطعم التركي الذي بات يعرف بجبل احد، كيف ترى هذه الفعاليات؟ يا عيوني انا ما متفاجئ، يعني ما نشاهده الان صح يعني يرجع القلب، وبنفس الوقت يفرح الانسان النبيل الشريف. هاي المشاهد مو بعيده عن ثقافه العراقيين. احنا بلد عمق تاريخي وثقافي وارث حضاري يمتلك الشعراء والقصاصين والنبلاء والدراويش والتكايا، بلد الكنائس والمعابد وكل شيء. احنا بلد ينتمي جذرا الى قحطان وعدنان، عروبيين وعندنا يساريين وعندنا يعني بلد متنوع الثقافه. نعم. فهذول الدخلاء راح يتفاجئون حقيقه، راح يتفاجئون من 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 هذا الينبوع المتدفق بالانسانيه وبالانتماء للعراق. لذلك هاي المشاهد مو بعيده عن ثقافه العراقيين. هم ارادوا خلال 16 سنه يعني يمسخون هاي الادميه العراقيه والثقافه العراقيه، ولكن كسئوا، لان العراقي مثل الفرس الاصيل يكبو ولكن يعجو. هم الان يعيشون، انا اعتقد يعيشون لحظات النهايه. لحظات النهايه دائما امام يعني في لحظات النهايه دائما المجرم والنصب والقاتل يبدا بالدفاع عن نفسه، حتى لو يعني نلاحظ احنا هم مستميتين بالقتل واحنا مستميتين بالتصاقنا بالعراق من خلال الفعاليات. الان مكتبات في ساحه التحرير، الان اغاني، اناشيد، الان الام العراقيه والكادح والعالم والاستاذ الاكاديمي، الان كلهم متلاحمين لانه مثابتهم العراق. عرفوا، انا متفاجئ الحقيقه من بعض التخرصات. عبد الكريم خلف قبل ما يسلموه المهمه الاخيره بقمع المتظاهرين، نعم، كان واحد من اللي يدعون المتظاهرين الى اقتحام المنطقه الخضراء، وهاي وثائق موجوده يعني موجوده. نعم. ولكن الظاهر لعاب الدرهم وسقوط الضمير واللا انتماء اخذ الى هذا المنحنى. والحقيقه كل السلطات الثلاث هم مجرمين حرب الان. يعني انا تابعت مداخلات الدكتور قحطان، مداخله الدكتور رافع الرائعه، يقولون ان احنا شكلت لجنه لتغيير الدستور، نحن نرفضكم جمله وتفصيلا. الذي سيشرف على التغيير هو النطيحه والمترديه. نعم. التي اوصلت العراق الى هذا المنزلق الخطير. ولكن نعم استاذ علي، ان شاء الله وعدا من احرار العراق ومن كل انسان ينتمي الى هذا الوطن انهم ايامكم قريبه. نعم. ان شاء الله. الكاتب والمخرج المسرحي علي ريسان كان معنا من السويد، والاستاذ الدكتور في العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي من بغداد، والدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.